يخبئ التاريخ في طياته أسراراً مذهلة واكتشافات أثرية أدهشت العلماء وغيرت نظرتنا للماضي. كل أثر يكشف قصة من العصور القديمة، وقليل من هذه الاكتشافات يحكي عن حياة وطقوس تبدو لنا الآن غريبة وربما مخيفة. في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة عبر 10 من أغرب وأقوى الاكتشافات الأثرية التي أعادت تشكيل فهمنا للتاريخ البشري. أولاً، مدينة طروادة. مدينة طروادة التي ذكرتها أساطير الإلياذة تقع في شمال غرب الأناضول، وتعود شهرتها إلى قصص الحرب والحصان الخشبي العملاق. في عام 1865 قام عالم الآثار الإنجليزي فرانك كالفرت بحفر خندق في منطقة هيزرليك، وبعدها بثلاث سنوات انضم إليه عالم الآثار الألماني هاينريش شليمان، وبفضل أبحاثهما ظهرت أطلال طروادة لتثبت أنها مدينة حقيقية وليست أسطورة. ثانياً، جزيرة الفصح. جزيرة الفصح أو جزيرة القيامة تقع في جنوب المحيط الهادئ، وتعتبر من أكثر الأماكن عزلة في العالم، حيث تبعد آلاف الأميال عن الساحل التشيلي. ورغم هذه العزلة تمكن سكانها القدماء من بناء تماثيل ضخمة تعرف برؤوس المواي. هذه التماثيل الضخمة التي تزن أطناناً تثير التساؤلات حول كيفية بنائها ونقلها، وتبقى حتى اليوم لغزاً يحير العلماء. ثالثاً، أصابع أكامبارو في المكسيك، وتحديداً في عام 1944 عثر على مجموعة مجسمات تعرف بأصابع أكامبارو. تبدو هذه المجسمات وكأنها تمثل مخلوقات بشرية وديناصورات، مما أثار فضول العلماء. وعلى الرغم من أن هذه القطع يعتقد أنها خدعة، إلا أنها تعتبر من الاكتشافات التي شغلت الكثيرين حول مدى معرفة الحضارات القديمة بالديناصورات. رابعاً، جهاز الأنتيكيثيرا. عثر الغواصون في عام 1902 في جزيرة يونانية صغيرة تعرف بأنتيكيثيرا على جهاز أثري اعتبر أول آلة فلكية في التاريخ. هذا الجهاز يعود إلى أكثر من 2000 عام، ويحتوي على عشرات الدروس المعقدة، ويستطيع حساب مواقع الشمس والقمر والكواكب. رغم أن العلماء لم يتفقوا على استخداماته الدقيقة، إلا أن الجهاز يدل على عبقرية الهندسة الميكانيكية لدى الإغريق. خامساً، جروباليمان في الدنمارك تم العثور على جثة محنطة لرجل تعرف بجروباليمان، وما يميزها أن الشعر والأظافر بقيت بحالة جيدة رغم مرور مئات السنين. وفقاً للعلماء، يعتقد أن الرجل قدم كقربان في طقوس دينية، حيث يظهر على جسده جرح عميق حول الرقبة. سادساً، المومياء التي تصرخ. في مصر اكتشفت مومياء تعرف بالرجل غير المعروف إي، تعود لعام 1886، وتبدو هذه المومياء وكأنها تصرخ بسبب عدم تثبيت الجمجمة بالعنق أثناء التحنيط، ويعتقد العلماء أن هذا الشخص ربما كان ضحية للتعذيب كجزء من طقوس دينية. سابعاً، جيش تيراكوتا. في الصين تم اكتشاف آلاف التماثيل التي تجسد جنوداً يعرفون باسم جيش تيراكوتا. هذه التماثيل الدفينة كانت بأمر من الإمبراطور كين شي هوانغ بهدف حمايته في الحياة الآخرة. يعود هذا الاكتشاف إلى القرن الثالث قبل الميلاد، ويعكس التقدم الكبير في فن النحت لدى الحضارة الصينية. ثامناً، كائن الموا في نيوزيلندا، وتحديداً في عام 1986 اكتشف العلماء في كهوف جبل أوين مخلباً ضخماً لطائر الموا. رغم أن الطائر انقرض منذ قرون، إلا أن المخلب كان محفوظاً بشكل جيد، وبدا وكأنه لطائر مات حديثاً. هذا الاكتشاف يثبت وجود طيور ضخمة ذات مخالب قوية في العصور القديمة. تاسعاً، بطارية بغداد. في ثلاثينيات القرن العشرين عثر على جرار فخارية قرب بغداد، ويعتقد أنها كانت تستخدم كخلايا جلفانية، أي نوع من البطاريات البدائية. يعود تاريخ هذا الاكتشاف إلى حوالي 2000 سنة مضت، وكان يستخدم ربما في الطلاء الكهربائي أو التحليل الكهربائي، مما يشير إلى أن الحضارات القديمة كانت قد توصلت إلى معرفة أشكال من الكهرباء. البطاريات التي عثر عليها تمثل ثورة في المفاهيم، حيث وجد أن هذه الفخاريات كانت تحتوي على قضيب حديدي ملفوف بالنحاس. عند ملء الجرار بسائل حمضي مثل عصير الليمون ينتج عنها تيار كهربائي بسيط، ويعتقد أن هذه البطاريات استخدمت في الطلاء الكهربائي للذهب أو الفضة، مما يدل على تطور مذهل لدى الحضارات القديمة. عاشراً، أضحية الأزتيك. في حضارة الأزتيك القديمة التي نشأت في وادي المكسيك، كانت هناك طقوس دموية تقوم على تقديم الأضاحي البشرية للآلهة في مهرجانات سنوية. في عام 2004 عثر على أدوات تشير إلى طقوس تضحية قاسية،
كان يتم فيها قطع رؤوس الضحايا والتضحية بهم. بعض هذه الطقوس كانت تتم في منتصف الليل وتستمر حتى شروق الشمس، حين يعتقد أن الآلهة قد رضيت بدماء الضحايا. عرفت حضارة الأزتيك بأنها واحدة من أكثر الحضارات القديمة التي مارست طقوس الأضاحي بطرق مروعة، وقد تم العثور على أدلة تشير إلى أن هذه الطقوس تشمل تمثيلاً بجثث الضحايا بعد موتهم، حيث كانت ترمى بعض الأعضاء كقلوب الضحايا إلى الآلهة لتجلب النماء والمحاصيل. هذه الطقوس، ورغم قسوتها، كانت تمثل إيمان الأزتيك العميق برضا الآلهة وقدرتها على التحكم في الطبيعة. كانت هذه رحلتنا عبر أغرب 10 اكتشافات أثرية غيرت فهمنا للتاريخ. كل اكتشاف يحمل معه قصة، بعضها ما زال غامضاً حتى اليوم. أخبرونا في التعليقات، ما أكثر اكتشاف أثار دهشتكم؟ وهل ترغبون بمعرفة المزيد عن قصص التاريخ؟ لا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم المزيد من المواضيع المشوقة.